يعود معنا الصحفي العراقي أحمد الجميلي. مرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا ومرحبا، حياك. بداية أستاذ أحمد، لو تصف لنا الأجواء وأعداد المتظاهرين في ساحة التحرير بعد دخول الانتفاضة شهرها الثاني لو سمحت. نعم، في هذه الأثناء يتجمع الآلاف من المتظاهرين في وسط ساحة التحرير، وكذلك عند منتصف جسر الجمهورية الذي يربط ساحة التحرير بالخضراء، وكذلك جموع المتظاهرين امتدت حتى ساحة القلاني وكذلك بالقرب من جسر السنك، وأيضا امتدت جموع المتظاهرين حتى ساحة اللصب في بداية شارع السعدون. بدأت الآن جموع العوائل البغدادية وكذلك المتظاهرون الذين قدموا من المحافظات المجاورة بالتوافد إلى ساحة التحرير، وبدأت فعاليات التظاهرات بإطلاق الشعارات المنددة بالحكومة وبالفاسدين وبالقمع الحكومي، وكذلك بما وصفوها الميليشيات التابعة للنقود الإيراني التي هي متهمة بعمليات قتل وقمع المتظاهرين. نعم أستاذ أحمد، لو سمحت لي يعني حول موضوع القمع، يعني المتظاهرون تعرضوا خلال الأيام الماضية لحملة قمع كبيرة من القوات الأمنية والميليشيات، حيث كما تعلمون استخدمت كل أنواع آلات القتل. كيف وجدت رد فعل المتظاهرين حيال هذا القمع، وهل أثناهم عن استمرار حراكهم المنادي بإسقاط النظام الفاسد؟ نعم، هنالك إصرار كبير من المتظاهرين على مواصلة التظاهرات ومواصلة الاحتجاجات حتى إسقاط هذه الحكومة ومن يقف خلفها من قوى إقليمية وأحزاب طائفية. المتظاهرون استقبلوا عمليات القمع وعمليات الاختطاف التي طالت بعض الناشطين الذين شاركوا في تظاهرات ساحة التحرير، وآخرهم الناشطة طبا المهداوي. استقبلوا هذه الأفعال بتصعيد جهودهم وتركيزها على المجتمع الدولي، وأطلقوا حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك أطلقوا حملة يقودها عراقيون مغتربون من أجل إعداد شكاوى وتقديم أدلة ووثائق تثبت قيام ميليشيات على صلة بالحكومة في عمليات القمع والاختطاف التي طالت المعتصمين. نعم أستاذ أحمد، في تطور نوعي للحراك الشعبي المنادي بإسقاط النظام، سقط 6 شهداء أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء. كيف ترى إنزال المتظاهرين للعلم الإيراني في هذه الحادثة الأخيرة حول القنصلية الإيرانية ورفع العلم العراقي على القنصلية ورمزية هذا الحادث؟ نعم، بالتأكيد هو حدث عظيم وهو علامة فارقة في الانتفاضة العراقية الباسلة ضد الحكومة وضد النفوذ الإيراني الذي أذاق العراقيين الويل، والذي هو سبب كل البلاء الذي يصيب العراقيين اليوم. الحدث مهم عندما نرى متظاهر عراقي يقف فوق سور القنصلية الإيرانية رافعا العلم العراقي، في إشارة على أن الشعب العراقي أصبح واعيا، وأن الشعب العراقي لم يعد تنطلي عليه وسائل التسويق الصحفية ووسائل تسويق واستخدام الشعارات الدينية والمذهبية من أجل تحقيق مكاسب ونفوذ سياسي في العراق. هذا حدث عظيم بالتأكيد، وهنالك أحداث عظيمة أخرى سيفاجئنا بها الشباب العراقي المنتخب في الأيام القادمة. نعم، طيب نبقى في موضوع القمع أستاذ أحمد، يعني على الرغم من القمع المفرط للمتظاهرين واستشهاد 5 منهم، يعني خروج المتظاهرين اليوم في كربلاء رفضا للوجود الإيراني، كيف تقرأ هذا الإصرار من المتظاهرين؟ نعم، يعني في الحقيقة هنالك يعني حركة انتفاضة واسعة وحركة احتجاجات واسعة ربما تكون مظلومة إعلاميا في بعض المناطق في جنوب العراق،
لدينا اليوم اتفاقات ومظاهرات عارمة في الشطرة وكذلك في أبو ميتة وفي الناصرية، وهذه كلها كما معلوم هي تمثل العمق الشعبي لإخواننا الشيعة العراقيون، التي كانت إيران تراهن على وتستخدم شبابهم من أجل توظيفهم وتجنيدهم في ميليشيات طائفية وإرسالهم بالقتال في داخل العراق وفي خارج العراق تحقيقا لأحلام الولي الفقيه الإيراني. هذا لن يعد قائما إن شاء الله بعزم الشباب المتظاهرون، لأنهم أصبحوا واعين بهذا المخطط. نعم سيد أحمد، يعني الجميع يعرف جيدا أن هذه التظاهرات هي تظاهرات عفوية وخرج فيها جميع السنة والشيعة. سؤالي الأخير لك، في صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية في تقرير لها تقول أن التظاهرات في العراق تهدف وليس فقط للإطاحة بالحكومة بل بتغيير النظام السياسي، إلى أي مدى ترى أن حراك المتظاهرين يمكن أن يحقق هذه النتيجة؟ نعم بالتأكيد هذا على رأس أولويات حركة الاحتجاج، ورأينا كيف أن تنسيقيات التظاهرات في ساحة التحرير وغيرها من المناطق رفعوا صراحة هذا الشعار وعلقوه على بناية المطعم التركي الذي أصبح رمزا من رموز وأيقونة من أيقونات الانتفاضة التكريم. المتظاهرون مصرون على الإطاحة في كل الوجوه التي تحكم البلاد اليوم والتي أمسكت في زمام السلطة منذ 16 عام وأوصلت البلاد إلى ما أوصلت إليه من تراجع ومن فساد ومن تردي في توفير الخدمات وغيرها البلاد. لذلك المتظاهرون مصرون على هذا المطلب. نعم. وأصبحوا يعتقدون من أن استمرار هذه الوجوه في سدة الحكم معناها فشل الثورة وصلت الفكرة. أستاذ أحمد الصحفي والعراقي أحمد جميلي، شكرا لانضمامك إلينا.